الآن نعطيك المعطيات نتاع المراجعة في حد ذاتها، يعني العدد الناتج عن المراجعة في حد ذاتها. عدد المسجلين الإجمالي هو 197,792 792 انسكري نوفو، 179,792 مسجل. العدد الإجمالي للمشطوبين، لأن المراجعة فيها الشطب وفيها التسجيل، المشطوبين 100,001,744. عدد المسجلين عبر المنصة الإلكترونية 3,276. وتم عدد طلب التسجيل بسبب تغيير الإقامة، يعني شوف يعني حتى كان تغيير الإقامة ما كانش واحد يروح يعلن به، يعني كان الاستهزاء بما يعني تسبب في كثير من الأمور للكتلة الناخبة. إذن عدد الطلبات للتسجيل بسبب تغيير الإقامة 483، وعدد طلبات نسخة ثانية من بطاقة الناخب 2252، وعدد المسجلين الجدد من حفاظ الأمانة 12,315.